بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل التكمله بتاعت الزوم اللي فات. زي ما قلت لحضراتكم ان البيت الستاره دوت لازم نحط في البلان المعماري دوت بس. اي ستورج او وحده تخزين سواء مطبخ او وحده مطبخ الوحده العلويه او وحده الدريسنج او الدولاب ايا كان برضه نعملها دوت. مش بنرسم الدولاب في البلان المعماري، احنا بنرسم الدوت الخارجي اللي هو الخارجي بتاعت الفرنتشر بس. البلان الفرنتشر نفسه بيتحط في الفايل. تمام؟ دي أول خطوة. هنرجع نفتح للتصميم الصورة. الخطوة الثانية الحاجات اللي فيها تجاليد زي ما حضراتكم تقسيمة المراية لازم تتقسم في البلان. المفروض إن ده يبقى السكنة دي على طول لو أنا هنفذها بنفس الديزاين مش هتاخد مش أقل من 6 فان. تمام؟ يبقى أنا هاخد أوبت 6 فان من أول الحيطة لآخر الحيطة. دي أول حاجة. علشان وبعد كده يبقى نعمل التفاصيل بتاعتي. هاجي هفتح البلان الأوتوكاد تاني. اخد اكس لاين من بعد المسحره قص 6 سنتي 6 صفر 6 صفر احنا شغالين بالملي. تمام؟ وهعملها برضه باللون الاصفر عشان تبقى واضحه قدام حضراتكم. كل ده يبقى ايه؟ دوت. كل ده يبقى دوت لحد فين؟ لحد بدايه البيت الستار. تمام؟ هعملها باللون الاصفر. كل اللي معمول باللون الاصفر ده يبقى دوت. دي الخطوه الثالثه. بعد كده كنترول اف. طيب هنرجع للتصميم تاني. لازم احلل التفاصيل اللي في التصميم الاول عشان يبقى كل حاجه مدروكه من قبل ما نحط الفرنيشر بتاع المحطه. طبعا انا مش هعرف احدد دلوقتي، انا هقول لكم ليه انا خدت من الاول. لكن لو انا مثلا لو بعمل ديزاين 3 دي وبعمل شيب بروجنج مبدئي زي اللي انا عملتها لحضراتكم في تجهيز الملفات زي ما شرحتها لحضراتكم. وبعد ما بعمل التجهيز المبدئي ببدا بقى احط بقى كل حاجه بالديتيلز بتاعها، المقاس التجريده، العرض التجريده. المفروض ان مثلا لو السرير ده 180 او 2 متر يبقى التجديده بتاع ظهر السرير يبقى متر و10، سوري 2 متر و10، يبقى في زياده 5 سم يمين و5 سم شمال، ما بيبقاش على قد السرير بالظبط. ليه؟ لازم يبقى في مسافه ما بين السرنستر السرير وما بين وحده الكومود. التفاصيل دي هنتكلم فيها شويه. المرايه، تصميم المرايه مرتبط بالتصميم الكومود، يعني الكومود لو 70 يبقى عرض المرايه 70، الكومود لو 60 يبقى العرض المرايه 60. فكل حاجه ليها علاقات بالتصميم. لو تعمل الحوائط الاول بعد كده او بحدد الفرنتشر لو انا هجيبه جاهز من براندات معروفه او انا هعمله تنفيذ في المصنع او في الورشه بحدد المقاسات بتاعتها في الفرنتشر بعد كده احدد التجديد الخاص. تمام؟ الصوره اللي بعدها. طبعا معروف ان احنا بنعمل البيت النور، الناس اللي طبقت ورشه رمضان احنا بنعمل بيت نور بعيد عن الحيطه مش اقل من 15. يبقى في الحاله دي هنعمل دوت، هنعمل دوت مش هنعمل دوت في السقف 15 زائد 15 زائد 6 سم. عشان كده لازم نحط التفاصيل بتاعت التجاليد الحوائط الاول، وبعد كده اما نيجي نعمل البلان السقف هناخد قصه 15 من بعد الدوت بتاعت الحوائط اللي احنا عملناه دلوقتي في المعجزه. تمام؟ ده كده بالنسبه للجزء ده. الصوره اللي بعدها هنا بقى هناخد قصه 15 ما فيش مشكله. هتلاقي هنا قصه 16، هنا قصه 15، سوري هنا قصه 15 و6 21. يبقى هناخد هنا قصه 21 سم عشان التنجيل بتاع ظهر السرير. طبعا البشمهندس عامله التنجيل ماشي اعلى، ارتفاعها اعلى من البنات. احنا هنوحد كل التقسيمه واحده. يعني لما نيجي نعمل التصميم بتاع القطاعات في المحاضره الثالثه نهايه البنات هتبقى مع نهايه التجديده بتاع ظهر السرير. تمام؟ كله على لاين واحد. لو انا هعمله مع نهايه البنات يبقى انا مش هحتاج اعمل 6 سم فوق. لكن لو هتعملوا التنجيد في بعض التصميمات الكلاسيك التنجيد لحد السقف يبقى هتسيبه 6 سم زائد 15. لكن هنا ممكن نعمله 15 سم بس لو انا هعمل التنجيد بتاع ظهر السرير ماشي مع البنوهات بتاعت السقف. تمام؟ الصوره اللي بعدها. هنا طبعا الكورنيشه معموله في السقف، دي هنتكلم فيها في المحاضره بتاعت السقف. تقسيمه البنوهات هنتكلم فيها برضه في المحاضره بتاعت الحوائط. كده كده الحاجات دي هنعملها في البلان المعماري. في المحاضره بتاعت النهارده. هنا برضو نفس الكومنت، في طبعا ملاحظات هنا هقول لكم عليها برضو في موضوع التي في لما نيجي نعمل توزيع ممرات. نرجع تاني في البلان الاوتوكاد. في كده احنا حطينا الدوت بتاعت تقسيمه التجاليد بتاعت الحوائط. هنبدا بعد كده هنتايب البلان. هنيجي بعد كده في البلان الفرنشر نوزع دراسه الممرات الحركه بتاعت التصميم. احنا قلنا لو هسنتر السرير
بعض المصممين او بعض الناس اللي لسه متخرجه او لسه اول مره بتشتغل في برونج او ديزاين، دايما بيعملوا سنتر سرير من وش الشباك لوش الحيط. لا، احنا هنا ناخد السنتر السرير من اللاين بتاع كرسي الستاره لحد الحيط. عشان كده احنا حطينا التفاصيل ده في البلان المعماري. تمام، يبقى ناخد اكس لاين من السنتر الخط الاصفر اللي احنا عملناه دلوقتي، ده السنتر السرير بتاع غرفه النوم المعماري. تمام، النقطه دي لو تمام اكتب رقم 3. هناخد اوضه السرير 180، السرير 180 هقسمها على الاثنين 90 و90، 9 0 0 حسب سوري 9 0 0 9 ده كده مقاس السرير 180. تمام، القطعة الاساس لما نيجي نحطها في البوك، طبعا انا هعمل هنا بول لاين بس، وبعد كده هضغط هتجيب البلوك من الموقع، البلوكات الجاهزه، وتحطها بنفس المقاسات الستاندر اللي احنا طرحناها دلوقتي. انا طبعا بعمل دراسه ممرات الحركه في الفايل فيرمنت، بعمل دراسه ممرات الحركه في الفايل فيرمنت. انا كده خلاص عملت التعديل المعماري اللي كانت تفاصيل عنه. لما نيجي نحط القطعة الاساس في السرير زي ده كده، السرير ده بيبقى في مسافه ما بين التنجيد ظهر السرير والفرنستر من 4 سم، علشان بيبقى في وزر بيركب في الحيطه، الوزر ده بيبقى 2 سم اللي هنعملها في البلان الارضيه المحاضره بتاعت بكره، و2 سم مسافه ما بين الفرنستر وما بين الوزر. فاحنا هنسيب اوفست 4 سم، هنعمل اوفست هنا 4 سم 4 سم، يبقى دي بدايه الفرنستر، البلوك اللي هحطه في البلان الفرنستر. عشان يعني معنى كده ان في فرق 10 سم، في فرق 10 سم من الفرنستر للحيطه. لو الفرق التفاصيل الصغيره دي لو احنا حاطينها من الاول بتعمل مسافه بعد كده على قطع بالفرنستر مع التحت مع دراسه ممرات حاجه بتبقى فيها مشكله بعد كده، خصوصا لو الغرف مساحتها اتغيرت. العمق السرير معروف ان ده 2 متر، يبقى 2 متر في 180 2 0 0 0 احنا شغالين بالمتر. طبعا انا هعمل بالتفاصيل بس علشان الوقت بس بتاع المحاضره، وحضرتك ما تجيب البلوك ونعرفها في اللاير، هنعرفها في اللاير في الفرنستر، هنعرفها في اللاير في الفرنستر. يبقى ده كده المكان السرير السنتر بتاعها من بعد بيت الستار، مكان السرير من بعد بيت الستار. طيب هو في حاجه ثانيه، هرجع للتصميم ثاني. في حاجه بقى يعني انا لو هدرس التصميم صح، لو خدت بالكم هنا القطعه الاساسيه اللي موجود هنا في الممر، الكرسي اللي هنا جنب الكومود مش صح. لو انا احط كرسيين وترابيزه قدام الستاره، يبقى اعمل التوزيع الفرنستر بتاع الفرنستر ده لوحده، وبعد كده احسب السنتر السرير من بعد التوزيع الكرسي. تمام، هنرجع نعملها في التصميم تاني. يعني انا لو عايز اقسم الغرفه كتصميم كتنفيذ، هبدا في تقسيمه الغرفه من الخط، كان الجزء ده تابع الفرنستر اللي هو سواء كرسي مع ترابيزه، كرسيين مع ترابيزه، ايا كان زي نظام الفنادق، وابدا احسب السنتر السرير من بعد الحته دي لحد الحته الناحيه الثانيه، واخد اكس لاين، يبقى ده كده سنتر. تمام، النقطه دي كده تمام، اكتبوا رقم 4. يبقى ده كده سنتر السرير من بعد ما احط قطعه الاساس اللي موجوده. ما ينفعش بقى لان انا لو حطيت قطعه الاساس وعملت الكومود هتلاقي الكرسيين جاي في الممر الحركه بتاعت الكومود. تمام، العمق لو خدت مثلا المفروض ان الكرسي بيبقى 70 سم من بعد بيت الستاره، لو خدت اوفست 70 سم، اوفست 70 7 0 0 زي ما عملتها الحضارات بالظبط. الفرق مش كتير، يعني انا لو حطيت الكومود والمسافه ما بين الكومود وما بين القطعه الاساس فرق 10 سم 20 سم، لكن انا لو حطيت السرير هنا والكومود بعد كده احط القطعه الاقي القطعه جنب الكومود، ده مش كويس في الممرات. تمام، همسح بعد كده الخطوط دي بعد اذنكم. اخد هنا اوفست 5 سم الاول، المسافه ما بين الفرنسا والستاره 5، لان هو طبعا ما بيبقاش بعد الستاره على طول. وبعد كده هاخد اوفست 70 سوري، ممكن من 70 ل 80. تمام، يبقى ده كده الكرسيين اللي هحطهم هنا، كرسي وترابيزه، كرسيين وترابيزه زي ما انا عايز، مفيش مشكله. وابدا احسب السنتر من بعد ال 80 لحد الحيطه، كده السنتر ظهر السرير. ليه احنا بنتكلم في التفاصيل ده؟ عشان هو ده اللي هيطلع لي التصميم تقسيمه البانوهات اللي على الحيطه، تقسيمه البانوهات اللي على الحيطه، وهيطلع لي كمان التصميم بتاع التصميم السقف اللي هعمله بعد كده مرتبط بتصميم الفرنس. يبقى ده كده السنتر كده. تمام كده، الخطوه اللي بعدها هناخد اكس لاين، يبقى ده كده الممر الحركه اللي احط فيها الكومود، وده الممر الحركه اللي احط فيها الكومود.
اليمين ده الشمال، السنتر ممر الحركه ده السنتر كومود، وهنا برضو السنتر ممر الحركه، او ناخد المقاس الكومود الاول، ناخد مقاس الكومود الاول. الكومود احنا قلنا بنسيب كام؟ 180، بنسيب بنعمل التجديده في ظهر السرير 180، التجديده في ظهر السرير 190. هناخد قصه هنا 5 سم ما بين الكومود والفرنتشر، السرير اديله 5 وزيها الناحيه الثانيه المراي. تمام، بعد كده اخد مقاس الكومود، المقاس الكومود هنعمله 60 600 في 45 4 5 6. تمام، طبعا يستحسن ان حضراتكم تبقى الحاجات دي تبقى بلوك، يعني لو انا عندي كومود يعني انتم ممكن تعملوا فريم مربعات عادي، وبعد ما تخلصوا الديزاين بتاع المشروع تاخدوا البلوك اللي هو اللي فيها تفاصيل تحطوها من جوه البلوك. يعني ايه؟ يعني انا هنا هعمل تحت على اللاير الفرنستر، افتح قائمه اللاير واعمل تحت على اللاير الفرنستر. تمام، واعرف كل البول لاين اللي احنا عملناه دلوقتي اللي هو السرير والكومود على اللاير فرنتشر. المفروض ان الكومود هنا يبدا من بعد من مع بدايه ظهر السرير، حركه الكومود. تمام، طيب هنعمل بلوك، يعني انا هعمل هنا بي انتر، هسميه بي شرطه اف يو ار مثلا 01 قطعه الاوامر. البيست بوينت اعملها مثلا في السنتر، بعد كده اوكي. تمام، وهنا برضو بي بلوك برضو بي شرطه اف يو ار 02، كل قطعه بتاخد رقم. تمام، البيست بوينت في السنتر ستري برضه مفيش مشكله، بعد كده اوكي. طب ليه بس مهندس؟ عشان احنا مش عايزين نضيع وقت في شكل البلوكات، يعني حضراتكم بس هتحط المقاسات الستاندرد مظبوطه، وتبقى دي بعد كده ملفات تستخدموها بعد كده. بعد ما بنخلص المشروع بنحط التفاصيل. الكومود اخد ميرور ام اي سنتر الناحيه الثانيه، يبقى انا كده لو اعمل اي تعديل في تفاصيل الكومود ايا كان الديزاين بحط جوه البلوك وبعدل زي ما انا عايز، هنا احط وحده اضاءه ايا كان التفاصيل. تمام، لو انا عملت تعديل هنا او شكل الفرنشر اللي حضراتكم هتجيبوها جاهز من البلوكات، طبعا اعرفها في اللاير فرنشر، تلاقي اوتوماتيك اتعدلت في الكومود الناحيه. تمام، فاحنا نعمل كل حاجه بلوك، كل قطع الاساس موجوده في البلان فرنشر نعملها بلوك. 01 02 03 04 هكذا. تمام، دي اول نقطه بالنسبه للجزء بتاعت الكومود والسرير. هنرجع للصوره، يبقى احنا خلصنا الكومود والسرير. في اكسسوارات زرع، في مكان نحط فيه زرع، سواء هيبقى في مكان او ما فيش مكان على حسب المهارات الخاصه. بعد كده هيبقى عندي الكرسيين اللي هو الكنبه والكرسيين، هبدا اخد اكس لاين منين؟ هبدا اكس لاين من الزاويه، يعني في بدايه المكان الكنبه والكرسيين. ارجع للتصميم تاني، هنا في فتح باب. تمام، المفروض ان فتح الباب في الخطا اللي موجود في التصميم. ايه الخطا اللي موجود في التصميم؟ ان انا لما اجي افتح دي واحده، اجي افتح الباب، خدت بالكم هنا ده الباب اهو، لما افتح دلفه الباب، دلفه الباب بالرمد بتاعها كده في القطاع هياخد في المكان هنا. تمام، المكان ده مش مناسب. طب حلها ايه؟ في طريقتين، ان انا اخد عمق اليونت السي في 40 سم، وابدا الكتف المباني بتاع الباب يبدا من بعد 50 سم، بحيث ان الباب لما يفتح يبقى الاكسسوارز والحاجات اللي موجوده تفضل زي ما هي. تمام، يعني هنا في التصميم حلو، بس كتنفيذ في حاجات محتاجين ان احنا ناخد بالنا منها في الديزاين. انا مش بنتقد على الديزاين، طبيعي جدا ان الناس اللي شغاله في الديزاين يبقى تركيزها بس في شكل الديكور، لكن لما نيجي بقى بننفذ التنفيذ في حاجات كتير بتجبرنا ان احنا لازم نعدلها علشان تبقى العلاقات بتاعت التصميم تبقى مظبوطه. تمام، يبقى انا هسيب هنا، المفروض ان هنا اليونت التلفزيون 40، يبقى انا هحرك فتحه الباب. خدت بالكم من التفاصيل في فتحه الباب. هنرجع تاني للتصميم، يبقى انا اجي هنا في المعماري جوه البلوك اوبن، هاخد مقاس اليونت التلفزيون، اليونت التلفزيون معلق على الحيطه، يبقى هاخد هنا اكس لاين، اكس لاين العمق اليونت، العمق اليونت 40 سم بتاعت السي في 400. تمام، بس ايه المسافه ما بين اليونت وما بين دلفه الباب؟ دلفه الباب المفروض ما بين دلفه الباب 15 سم. ليه يا باشمهندس؟ عشان ما بين نفتح الباب بيبقى فيه معبر، لو انا عندي وحده ورا الباب زي دولاب زي ارفق ايا كان تصميم الديكور، المقبض بتاع الباب بياخد عمق،
الناس ما بتاخدش بالها من التفاصيل ده، بتبقوا عاملين طاقه الباب خلاص على كده، باجي اركب الاكسسوارات بتاع الباب الاقي الباب مش واقف 90 درجه، في الزاويه بتاعت الباب بتبقى اقل من 90 درجه، فهيبقى نسيب 40 وناخد اوبسس كمان 15، ناخد اوبسس 15 خالص تمام، واحرك الجدار اللي في المعماري من بعد الاوبسس ال 15، هنعمل امر ستريس، امر ستريس وابدا احرك تعديل المعنى تمام. طبعا عشان احنا شغالين بالدول لاين وعاملين الهاتف والفايل مظبوط، فاي تعديل هيحصل في المعماري بيتحرك بالهاتف تمام، يبقى دي اول خطوه. او ممكن نخليها ماشيه مع الزاويه بتاعت الحيطه اللي تحت، مفيش مشكله، بس انا شايف ان ده كده كويس، مفيش مشكله. عايزين تاخد قص 60 يعني 40 و15 45 يبقى 60 سم برضه مفيش مشكله تمام. هنعيدها تاني، الجزء هنا لو بصيتوا هنا في التصميم زي ما شرحت لحضراتكم ان فتحه الباب اتظبطت، الباب هيفتح على ايه؟ هيفتح على الحيطه تمام؟ فالاكسسوارز اللي موجود في ضغط الباب مش مناسب، امتى التصميم ده يبقى صح؟ لو انا عامل هنا باب جرار، لو انا عامل باب جرار، باب جرار بيفتح لبره بتاعت منطقه اوضه النوم من الترعه من بره، يبقى التصميم هنا كده مفيش مشكله. لكن انا لما عامل باب جرار وعامل باب مفصلي لازم اسيب المسافه دي واحده كده، اغير بس اللون، هسيب مسافه ما بين فتحه الباب والحيطه عشان الاضاءه الموجوده على الحيطه، لو انا فتحت الباب هتيجي على الاضاءه، لو انا فتحت الباب هتيجي على الاكسسوار تمام. فهسيب مسافه عمق 40 سم زائد 15 عشان الفريم بتاع الباب، في فريم حاليه يعني 15 سوري 40 زائد 15، هيبقى في تعديل تاني واحنا بنحط التفاصيل البانوهات، انا هنضطر نحرك الباب مثلا في تقسيمه بدايه الفريم البانو ممكن تبقى مثلا ندور عليها 10 سم، فالفراغ اللي هيبقى موجود ما بين الباب وما بين الحيطه هنعمل بانو، هنعمل تقسيمه البانو في الجزء تمام. هنرجع تاني للجزء بتاع التصميم البلان، يبقى احنا كده حددنا فتحه الباب هناخد اوبتس 40 سم زائد 15 يعني 45 تمام. في تعديلات هيتعمل كل ما نيجي من هنجي نحط تفاصيل البانوهات، دي اول نقطه كنترول اكس، بعد كده نسيف البلوك. هنبدا بعد كده هناخد اكس لاين من بعد فتحه الباب، اكس لاين من بعد عمق فتحه الباب، طبعا هنشتغل على اللاير زيرو، خطوط العمل على اللاير زيرو، بعد كده يبقى نمسح اللاير زيرو، اخد نفس النسبه دي، نفس النسبه بتاعت فتحه الباب ده يعني ناحيه ثانيه عشان اخلي التلفزيون في السنتر في الحيطه، طبعا مش بالظبط، احنا هناخد سنتر ام اي تمام. ده كده المفروض ان المكان اللي يونت التلفزيون في الحته دي، احنا بقى هنعمل ايه؟ هنحركها عشان تبقى ماشيه مع السنتر السرير، عشان تبقى ماشيه مع السنتر السرير، يبقى اكس لاين السنتر السرير، طالما الفرق بسيط مش مشكله، هيبقى نحرك ده اليونت التلفزيون مع السنتر السرير. ايا كان بقى مقاس اليونت 120 160 180 على حسب المقاسات، الفرنتشر اللي موجود سواء اجيبها جاهزه او اعملها تصميم. هناخد هنا عشان دي فتحه الباب، طالما انا حركت، طالما انا حركت ضلفه الباب يبقى ممكن اعمل اليونت من اول الحته لاخر الحته، مفيش مشكله، مفيش مشكله بالنسبه لي كتصميم افضل. لكن انا لو عملت على قد فتحه الباب ان نسبتها، طبعا لو انتوا عايزين تخلوها برضو لحد بعد فتحه الباب مفيش مشكله، لو عايزين تعملوها من الحيطه من الحيطه للحيطه معلقه برضو مفيش مشكله. طيب هنخلي هنا مقاس اليونت اوبتيك، اخد هنا نفس النسبه بتاعت السرير 90 90 و90 يعني 180 تمام، يبقى ده كده مقاس اليونت 180 في 40 40 سم في 180، وطبعا نعمل لها بلوك ونسميه برضو بي شرطه اف يو ار شرطه 05 بي شرطه اف يو ار شرطه 06 وهكذا تمام. ده كده بالنسبه للجزء بتاع السي بي. هناخد اكس لاين ندرس الممرات الحركه بتاعت المنطقه دي، احنا كده خلاص انا خليت الاريا دي الاريا بالجزء بتاع الستاره دي خاصه بالاوبشن نمبر، الخاصه بتاع بيت الستاره دي خاصه بالاوبشن نمبر تمام. وبعد كده الاريا بتاعت المنطقه دي خاصه بالسي بي، احنا ممكن نحركها يمين او نحركها شمال على حسب دراسه ممرات الحركه بتاعت الطرق. هناخد بعد كده كنترول اف دوس ار كنترول اف نتايج الملف، نرجع تاني للتصميم. طيب
يبقى احنا كده عملنا الدراسه بتاعت منطقه البيد روم، تمام. هناخد الجزء الثاني ده السنتر، السنتر دي مع السنتر السي في دي برضه اقول لكم المسافه ما بين الكورت ما بين الكنبه تقسيمتها بتبقى عامله ازاي في البلان، وهناخد زيها هنا حتى. طبعا هنا في ممر خاصه، المفروض ان هنا يبقى في ممر خاصه هنعملها مع بعض دلوقتي. على هنيجي هنا المقاس الصوفه اللي موجود هنا، اعتقد ده لشخصين، الغرفه دي خاصه بشخصين، الفرد الواحد ممكن يبقى من 75 ل 80، يعني 80 و80 160، 80 و80 160. المكنه بتاع ظهر الكرسي ممكن يبقى من 15، من 10 ل 15، يعني بنتكلم في اليونت كله على بعض مش هيزيد عن 2 متر. المقاسات دي مش محتاج ان انتوا تحفظوها، انت هتخش على موقع امازون اسمه الفرنشر وهتشوفوا القطعه الاساس اللي قريبه من الديزاين، هتلاقي جايبين كاتبين في الوقت طول في العرض في الارتفاع واسم البراند بتاعت الشركه، تمام. هتخش على موقع امازون قسم الفرن، تمام. يفضل ان انتم ما تستخدموش من البلوكات الجاهزه، تبقوا عارفين ازاي تجيبوا القطعه الاساس ده من الشركه، تمام. طيب هنرجع تاني، هنرجع هنا ناخد اوفست متر، هو المفروض يعني 180 اليونت، 180 ممكن تبقى 75 75 يبقى 100 و 160، يبقى اليونت كله على بعضه هتبقى مثلا هاخد هنا برضه اوفست 90 و90، العمق يبقى 80 سم، تمام. العمق بيبقى 80 سم، 80 8 سنتيمتر. انا بس بعمل بول لاين المقاسات الستاندرد بس، وبعد كده هضغط نفس تفاصيل البلوك جوه الفرنتر جوه البلوك، تمام. هنيجي بعد كده المسافه دي بعيده، ممكن نقربها شويه على حسب، طبعا اهم حاجه الجزء ده يبقى الممر الخاص انا بتبصها مع الاريا بتاعت المنطقه بتاعتي منطقه البترو. هنيجي هنا ناخد المقاس الصوفه الكرسي، انا طبعا بسيب مسافه عامه، انا بالنسبه لي انا بسيب مسافه هنا، المفروض ان انا لو انا مثلا هستخدم توزيع الفرنشر انا هسمح لكم بس السكتش ده اللي موجود في التصميم، تمام. او احط كرسي هنا واحط كرسي الجزء ده، تمام. المفروض ان المسافه اللي هنا 20 المسافه هنا 20، ليه؟ عشان الشخص اللي قاعد على الكرسي مكان القدم بتاع الرجل ما يبقاش مع التقاطع على الشخص اللي قاعد على الكنبه، يعني فاحنا بنسيب من الزاويه بتاعت البلوك 20 20 مربع كده، المربع ده هو ده اللي هنحط السنتر بتاع الترابيزه في الجزء ده والسنتر بتاع الترابيزه في الجزء الثاني. بس خلي بالكم هنا المقاس اللي انا اديتها لحضراتكم كبير، احنا هنا مفيش ممر حركه، المفروض ان هنا هسيب ممر حركه مش اقل مثلا من 80 سم، يبقى انا هعمل اوفست 80 للاول هنا في الجزء ده وابدا اوزع. طبعا الفرنتش هيكون مترحل شويه مفيش مشكله، مش لازم يبقى متصنف مع عشان الممر الحار، تمام، سواء للدريسنج او للاوتنج. ابدا بعد كده اخد مقاس الكنبه، مقاس الكرسي، الكرسي احنا ممكن نبقى نعمله 70 70 في 70، انا غير بس اللون، اللون السكتش بس عشان حضراتكم، هناخد ممكن تبقى 75 لو انا ما عنديش مساحه، ممكن اخد الجزء ده 75 سم مناسب جدا او 80 سم. اخد بعد كده الكرسي 70 في 70، تمام. وبعد كده اخد الكنبه، ممكن تبقى كنبه 2 مقاسها صغير، ممكن تبقى 160 مش شرط تبقى 180، انا باخد الحاجه اللي تناسب المساحه بتاعت المشروع. وبعد كده اخد مقاس الكنبه زيها ميرو في الحته، تمام. يبقى ده كده بعد التلفزيون مش شرط ان يبقى في السنتر اليونت، ممكن اليونت يبقى في السنتر عادي عشان الحيطه، بس السي في نفسه يبقى ماشي مع السنتر اليونت بتاعت المنطقه، منطقه الصفه اللي هي الفردين اللي هي 160 فقط، تمام. وابدا بعد كده احط التيبل مكان هنا، وبعد كده السجاده عشان المساحه على قد المساحه، تمام. هنا يبقى في ممر حركه برضه اقل حاجه 80، يعني انت هتسيبه هنا 80 سم وهنا 80 سم. وبعد كده ابدا اوزع التقسيمه بتاعت الفرنيتشر، انا بس رسمها لكم الكيكه عشان تعملوها في التطبيق العملي بتاع المحاضره النهارده. يبقى دي كده الاريا بتاعت التوزيع، المكان الليفنج بتاعت المصل بالظبط. هنعمل اكس لاين اوفست 80 8 0، الناحيه الثانيه برضه اوفست 80، ممكن من الحيطه من بعد من بعد بيت الستاره، من بعد بيت الستاره اوفست 80 8 0، تمام، عشان الممر الحرب. وابدا اوزع التوزيع بتاعت الكنبه والكرسيين ما بين الخطين، تمام. طبعا الكنبه ممكن تضغط شويه خليها 160
انا بس هنحمل لكم بس التحت بس على كام الوقت الزون بس، حضراتكم كده كده هتجيبوا البلوك ده من الموقع الداونلود بتاع الاوتوكاد. تمام، هرجع بس دي ثواني دي واحده كده. هنسيب مسافه هنا 20 سم، 20 في 20، 20 في 20 او 30 في 30 تفرق. يبقى الكورت هنا يبقى في الزاويه، في الزاويه 45، الزاويه بتاعت ال 45 بتاعت المربع زيها الناحيه الثانيه. الممر الحركه لو 75 برضه يبقى كويس، من 75 اقل حاجه يعني، ممكن من 75 80 85 90 وهكذا. بعد كده ميرور. تمام كده بالنسبه للتوزيع كله. اف تي لاين سنتر الكنبه مع سنتر الكرسي، يبقى ده المكان التيبل الكورنر. تمام ميرور من السنتر الكنبه صفة 2، يبقى انا كده عملت التوزيع بتاعت المكان بتاعت الفلات. احنا كده عملنا دراسه ممرات. بعد كده هناخد برضه اكس لاين من بعد وحده السي في ممر حركه 80 برضه، ممكن تبقى 80 ممكن تبقى 90، لو المساحه تساعدني ان انا اخد اكثر من 80 ما فيش مشكله، بس لو مساحه صغيره ممكن تبدا من 70 سم، ممكن تبدا من 70 سم اوف ال 80. تمام يبقى دي الاريا، دي المقاسات السجاده. طبعا السجاده ما بتتحطش لاين كده وخلاص، بتجيبوا المقاسات برضه بتاعت السجاده من الكتالوجات الشركات بتاعت الكاربت، المقاسات المناسبه الخاصه بالتصميم، وبتحط الكود بتاعها والصوره بتاعتها. دي هناخدها في الورقه بتاعت النظام الاكسس، احنا بنعمل حاجات اسمها جدول ماتيريال فينك. بعد كده ابدا احط تيبل ايا كان بقى المقاس التيبل، اهم حاجه بس تكون في مسافه برضه من بدايه التيبل للكنبه اقل حاجه هنا 50، من نهايه التيبل من الزاويه لحد هنا اقل حاجه 50 عشان برضه الممر الحر. تمام دي كده التوزيع بتاعت الجزء الفرنشر. انت بعد كده خطوط العمل كنترول اف. طبعا هنحط البلوك بتاع بيت التجاره، هتعملوها بلوك. هتعملوها ازاي؟ هتعملوها نص دايره. هنقسم البيت التجاره طبعا بنعملها في الفايل الفرنشر، هنقسم ال 20 سم ده على الاثنين، المجرى الاولاني في السنتر ال 10 سم الاولاني، والمجرى الثاني في السنتر ال 10 سم الثاني. يعني ده كده مكان المجرى الستاره اللي هي البلاك اوت والستاره الشفافه. دي كده السنتر المجرى الاولاني في السنتر ال 10 من ال 20، السنتر ال 10 الثانيه المجرى الثاني. احنا لما نيجي حضراتكم نحط البلوك، نحط البلوك برضه في نفس المكان. تمام؟ هبدا بعد كده حضراتكم يعني ممكن ترسموها نص دايره. نص دايره انا هرسمها لكم هنا جزء من البلوك، نص دايره. واعمل سي ار، تعملها بلوك سي ار، ونكرر النص ده الام اي بالشكل بلوك. تمام وتاخد اوبتيك تخانه 2 مللي او 3 مللي وتعملها بلوك بس كده. ده الستاره الاولانيه، والستاره الثانيه اللي هي من بعد الستاره الاولانيه من هنا لحد هنا هتعملها طبعا في البلوكات بتاعت التطبيق بتاعت المحطه. كنترول اس. طيب ده كده الستاره، هنحط برده هنا الستاره وهنحط هنا برده الستاره. نبدأ بعد كده في تقسيمه البنوات بقى، دي الخطوه الاهم من بعد دراسه الممرات الخاصه. لو خدتوا بالكم هنا في مشروع احنا شغالين فيه كنا عاملينه في الورقه اللي قبل كده، ده زون طبقناه في الورقه. طبعا زي ما حضراتكم شايفين دي انا رسمها اوتوكاد من الكتالوج، ما ينفعش تجيبوها جاهزه كده كده، بيبقى في كتالوج بنرسمها اون لاين بتاخد وقت، عشان كده حضراتكم تطبقوا الورقه اللي هي بتاعت زخارف موجوده على اليوتيوب. تقدروا ازاي تعرفوا تفهموا الحاجات اللي فيها كذا، مش من الضروره ان انت تعملوا الرسمه بالظبط، اهم حاجه الطول في العرض، يعني طول الكورنيتا وعرض الكورنيتا بس، مش مهم عندي الشكل الحليه، كده كده الشكل الحليه بتبقى جاهزه اصلا في الخامات بتاعت الشركه، البراند بتاعت الشركه. تمام؟ ليه انا عملت كده؟ لو خدتوا بالكم هنا هتلاقي انا حاطط رقم على كل حاجه فيها تفصيله. دي رقم، ده فيوتك كورنيتا، ده حليه على الحيطه، الخامه بتاعت الحيطه اللي هو الطوب الديكور اللي هو الحراري. طوب الحراري، الحليه بتاعت الشباك، الكورنيكا اللي هي الفتاق، كل حاجه دي عملت لها رقم من الصوره، وبدات ان انا اعمل التفاصيل بتاعتها علشان ابدا احط كل حاجه في المكان بتاعها. تمام؟ احنا هنحتاج من الفايل ده رسمه البانو، الحليه بتاعت البانو دي انا واخدها من الكتالوج، دي المقاسات عشان حضراتكم تبقوا فاهمين النقطه دي. 2 متر و40 طول العود، طول العود بتاع البانو، طول 4 و9 يعني السمك الفريم. سمك الفريم 4.5 او 5 سم. سمك الفريم التخانه ما بتزيدش عن من 2 سم ل 2.5،
احنا مش مهم عندنا، مش مهم عندنا الكم، مهم عندنا العرض، العرض بتاع الفريم. هناخد كوبي من الفريم ده، كنترول سي، هبعت لكم الكتالوج بتاعت البيوتك، اللينك بتاعها بعد بعد هنبدا نعمل التقسيمات. المفروض بقى ان انا هعمل حاجه ثانيه دلوقتي، بس الفايل فرنشها كله، المفروض الفايل فرنشها كله بالبلان، نعمله بلوك. فايل فرنشها كله بالبلان، انا خلاص خلصت تفاصيل الفرنشها، عايز ازود التفاصيل الفرنشها اخش جوه البلوك بتاع الفرنشها. هندوب بي، تمام، بي شرطه بلان اف يو ار اللي هو بلان الفرنش، تمام، بيك بوينت نقطه البوينت، بعد كده اوكي. يعني كاني عملت بلوك جوه بلوك. ليه؟ انا لو عدلت في المعمار هنا هيتعدل هنا اوتوماتيك، لو عدلت في الفرنشر من جوه، عشان احنا الحاجات دي هنحتاجها بعد كده في التجهيز القطعي. هنخش جوه الفايل، هتلاقي هنا بلوك للفرنشر وبلوك للمعماري، بلوك للمعماري وبلوك للفرنشر. انا عايز اعدل في الفرنشر، اخش جوه الفرنشر وازود التفاصيل الفرنشر زي ما انا عايز، لكن انا عملت بلوك، بلوك جوه بلوك اللي هي بلوك المعماري وبعد كده بلوك الفرنشر. وادوس هنا اوكي واعدل الفرنشر بتاعي، احط التفاصيل وبعد كده اسيف. خلينا نبدا نكمل بقيه التفاصيل بتاعت الفن. اول حاجه بالنسبه للجزء ده، نرجع للصوره، هنبدا من الحيطه. الحيطه دي طبعا هنا في تجديده، في بروز هنا. البروز ده معناه ان انا عندي بيت نور. البيت النور هو ممكن يتعامل بروفايل ليك، ممكن يتعامل بروفايل ليك، ممكن يتعامل بيت نور، بس خلينا نعملها بيت نور. اقل حاجه في العمق البيت النور، البروز بتاعت الحيطه ممكن تبقى 10 سم. يبقى معنى كده ان التجديده بتاعت الحيطه دي والحيطه الثانيه هياخد بروز من المعماري 10 سم. هنرجع للفايل الاوتوكاد، اوكي، اكس لاين اوبتيك دي احلى. انا هرجع خطوه بس، يبقى انا التجديده هبدا منين؟ احنا خدنا مقاس اليونت السي في، عملناه في الفرنسا، هسيب مسافه من الفرنسا. هنكمل ان شاء الله الفيديو القادم، الجزء الثالث والاخير الخاص بالمحاضره الاولى. ما تنسوش حضراتكم تعملوا اشتراك في القناه وتقولوا رايكم برضه في المحتوى الفيديو في الكومنت تحت الفيديو على اليوتيوب. هتلاقوا برضه لينك التواصل الخاص بالمحاضره، عندكم اي استفسارات خاصه بالورش المجانيه او الورش المدفوعه في لينك التواصل الواتساب موجود تحت الفيديو. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو.